السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وخصوصا إلى كل من يعمل في السوفت وير. يعني أحبابي، إلى كل من يعمل في الفلاش والديكوراج للهاتف النقال، وسوف نتكلم بالضبط عن سيبور بوكس زد 3X. نعم أحبابي، لا شك أن الكثير منا يعاني من مشكل طريقة الحصول على فلاش يتكون من 4 ملفات. لماذا هذا الفلاش؟ لأن كما يعلم الجميع، فأغلب الهواتف التي يتم تفليشها بملف أو ملف يعني أو فلاش يتكون من ملف واحد، طبعا لا يتم حل جميع المشاكل بالهاتف. فمثلا إذا كان الهاتف به فيروسات أو برامج مثبتة أو يعني قفل على الشاشة، لا يتم حل هذه المشاكل بفلاش أو ملف واحد. وطبعا أحبابي، لحل هذه المشاكل نحتاج إلى فلاش كامل، يعني متكون من 4 ملفات. طبعا أحبابي، وللحصول على هذا الفلاش، هذه هي النقطة التي سوف نتكلم عنها في هذا الدرس، وسوف أشرح طريقة الحصول أو تحميل الفلاش المتكون من 4 ملفات من سيبور بوكس زد 3X. نعم أحبابي، إذا ننمر إلى طريقة وشرح طريقة تحميل فلاش 4 ملفات. نعم أحبابي، أولا نفتح واجهة الشيل، يعني البرنامج الخاص بزد 3X شيل. نعم أحبابي، ثم ننتقل إلى خانة سيبور. نعم أحبابي، وننزل إلى الأسفل ونضبط ونجبر برنامج شيل الخاص بزد 3X على التحميل من السيبور، يعني من رابط آخر ليس من برنامج الشيل، ونضغط على هاته الخاصية أو هذا التطبيق. نعم أحبابي، ثم نقوم بالبحث عن الموديل الذي نريد تحميل الفلاش له. مثلا نعطي على سبيل المثال مثلا سامسونج S4، يعني موديل A9505. نعم، ونقوم بهذه الطريقة، يعني نذهب إلى البحث من هنا. نعم أحبابي، إذا أحبابي هناك طريقتين للحصول على الفلاش المتكون من 4 ملفات. إذا لنبدأ مع الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أحبابي وهي كالتالي، مثلا أخذ أو أقوم بتحميل أي فلاش. نعم أحبابي، وقبل التحميل لابد لنا أن يكون لنا برنامج انترنت داونلود مثبت على الحاسوب. نعم، هذا البرنامج أحبابي، وطبعا الجميع يعرفه. نعم أحبابي، سأقوم بتصغيره حتى يكون واضح. نعم، انترنت داونلود، ويفضل أن نقوم بتثبيت آخر نسخة. نعم أحبابي، حتى لا نواجه أي مشاكل في التحميل. نعم أحبابي، نعود من جديد، نقوم بتحميل أي فلاش، يعني على سبيل المثال مثلا هذا الفلاش، نضغط ضغطتين متتاليتين للحصول على التحميل. نعم أحبابي، هذا الشكل، وننتظر قليلا. نعم أحبابي، سوف يقوم يأخذنا إلى موقع التحميل المباشر. نعم أحبابي، إذن ننتظر قليلا، سرعة التحميل تتحكم بها يعني سرعة الانترنت. نعم أحبابي، إذن كما تلاحظون قبل بدء عملية التحميل نذهب إلى خانة أو هذا التطبيق، يعني معاينة، نرى هذا الملف هل هو ملف واحد أو يحتوي على 4 ملفات، نضغط هنا. إذن كما تلاحظون أحبابي، فهذا الفلاش يحتوي على ملف واحد فقط. إذن أحبابي، نمر إلى فلاش آخر، نلغي عملية التحميل ونمر إلى فلاش أو تحميل فلاش آخر، مثلا نختار على سبيل المثال هذا. يعني الآن مررت إلى تحميل فلاش آخر غير الفلاش الذي قمت بتحميله في البداية، ونضغط من جديد ضغطتين وننتظر قليلا لكي نمر إلى عملية التحميل. نعم أحبابي، إذن كما تلاحظون نقوم بنفس العملية من جديد، معاينة، يعني نقوم بفتح الفلاش قبل تحميله. إذن كما تلاحظون أحبابي، فهذا الفلاش يتكون من 5 ملفات،
نعم أحبابي، وهذه الفلاش هي الفلاش الكاملة والتي أنصح بها الجميع، لأنها تقوم بحل يعني الكثير من المشاكل، وتقوم بإعادة ضبط الهاتف إلى الحالة الأصلية أو من الصفر. نعم أحبابي، إذن أحبابي هذه هي الطريقة الأولى، كما هي واضحة نقوم بالمعاينة من هنا لكي نرى الفلاش هل يحتوي على ملف واحد أم خمس ملفات. نعم أحبابي، إذن أحبابي نمر إلى الطريقة الثانية. لاحظوا معي أحبابي، نأخذ على سبيل المثال نفس الهاتف مثلا أحبابي، الفلاش الذي يعني له اسم أو موديل الهاتف مكتوب مرة واحدة فقط، فهذا يدل على أن الفلاش به أربع أو خمس ملفات. أما الفلاش الذي به اسم الموديل مرتين، مكتوب مرتين يعني كما نلاحظ هنا E95 05، ثم تم إعادتها من جديد في نفس المكان مرة ثانية. إذا كتب الموديل مرتين فهذا يدل على أن الفلاش به ملف واحد فقط، وإذا كتب الفلاش يعني مرة واحدة فهذا يدل على أن الفلاش به خمس ملفات أو أربع ملفات. إذن أحبابي أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس المتواضع، وأتمنى أن أكون قد ساعدتكم في حل هذا المشكل للتعرف على الفلاش المتكون من أربع ملفات. فيعني الكثير منا يعاني من هذا المشكل، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.